الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لم يخلف أحمد إلا ابنة، لم يخلف أحمد إلا ابنة، لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى بها القوم مرارا. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى بها القوم مرارا. غصبوها حقها جارا، ومن عجب أن تغصب الزغرى جارا. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى بها القوم مرارا. غصبوها حقها جارا، ومن عجب أن تغصب الزغرى جغارا. من لحاها إذ بكت والدها، قائلا فلتبكي ليلا أو نغارا. من لحاها إذ بكت والدها، قائلا فلتبكي ليلا أو نغارا. ويحهم ما ضرهم لو بكيت بضعة المختار أياما قصارا. ويحهم ما ضرهم لو بكيت بضعة المختار أياما قصارا. من عدا ظلما على الدار التي، من عدا ظلما على الدار التي اتخذتها الإنس والجن مزارا. من عدا ظلما على الدار التي، من عدا ظلما على الدار التي اتخذتها الإنس والجن مزارا. والنبي المصطفى كم جاءها، والنبي المصطفى كم جاءها، يطلب الإذن من الزغرى مرارا. وعليها هجم القوم ولم، وعليها هجم القوم ولم تكن آثت لا وعلياها الخمار. شلون حكي مؤلم هذا. وعليها هجم القوم ولم تك لاثت لا وعلياها الخمارا. لا تسلني كيف رضوا ضلعها، لمن أسأل؟ لا تسلني كيف رضوا ضلعها، واسألن الباب عنها والجدار. لا تسلني كيف رضوا ضلعها، واسألن الباب عنها والجدار. واسألن لؤلؤ قرطيها لمن تثرت، واسألن لؤلؤ قرطيها لمن تثرت. واسألن لؤلؤ قرطيها لمن تثرت، والعين تشكح مرارا، والعين لم تشكح مرارا. وهل المسمار موتور لها، وهل المسمار موتور لها، فغدا في صدرها يطلب ثارا. فغدا وهل المسمار موتور لغا، فغدا في صدرها يطلب ثارا. فغدا في صدرها
يطلب ثغرا يطلب ثغرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أشعر بسعادة كبيرة وأنا ألتقي بشيعة آل البيت عليهم السلام في هذه المدينة المظلومة، هذه المدينة الطيبة، هذه المدينة المنكوبة، مدينة الشهداء، مدينة المظلومين، مدينة الذين قدموا ما قدموا عبر التاريخ من أجل آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. سعيد وأنا ألتقي بهذه الوجوه اللي تعرضت إلى ما تعرضت إليه كضريبة لحب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أنا قبل لا أبدي بالموضوع أكو عندي مقدمة أريد أقولها للأحبة ترتبط بشيعة آل البيت في هذه المدينة وما تعرضوا له عبر التاريخ، بس أرجو من الأحبة أن يلتفتوا لي، النقالات يخلوها صامت من الآن، وأريد هدوء بالمجلس وحتى أسولف بعض الكلمات المهمة. أنا عادة لما أروح إلى مناطقنا في الجنوب والوسط، الله يحفظ الجنوب والوسط ويحفظ بلدنا كله إن شاء الله تعالى، عادة رأسا ندخل بالموضوع، لكن هاي المناطق بها طابع خاص، هذه المناطق بها طابع خاص، فأحب أخلي مقدمة قبل لا أدخل بالموضوع كما فعلت في سهل نينوى. هناك مع شيعة آل البيت من الشبك والتركمان أيضا، فأنا الهم أحب أخلي مقدمة لعلمي و لعلم الجميع بما تعرضت له هذه المدينة وأهل هذه المدينة من مصائب وآلام من أجل آل البيت عليهم السلام وعقيدتهم الحق. المقدمة اللي أريد أقولها الآتي إذا يلتفتوا للأحبة، شوفون الإمام علي عليه السلام في آخر حياته، مو في آخر، الإمام علي في فترة من حياة النبي أرسله النبي إلى اليمن، شوفوني، ورجع الإمام علي من اليمن في آخر حياة النبي، يعني بحجة الوداع، قبل حجة الوداع الإمام علي رجع من اليمن، وبعد حجة الوداع النبي قال من كنت مولاه في غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الإمام علي لما ذهب إلى اليمن بذر بذرة التشيع في اليمن، باوعولي بذر بذرة شنو؟ التشيع. وين؟ في اليمن. راحت الأيام، جت الليالي، الإمام علي عليه السلام إجا الحكم الظاهري، إجا شنو؟ الحكم الظاهري. لما إجا الحكم الظاهري الإمام علي ترك المدينة وإجا في معركة الجمل للبصرة، بعدين رجع لمن؟ إلى الكوفة، وبقى بالكوفة حتى استشهد صلوات الله وسلامه عليه. تقول شنو محل إعراب كلامك، شنو الشاهد بكلامك، الآن راح نصل له، أنتوا بس ابقوا ياي، الآن راح نصل له إن شاء الله تعالى. الإمام علي لما سكن الكوفة أكو مجموعة كبيرة من عشائر اليمن اللي تشيع بعض أبنائها، تركوا اليمن وجاءوا إلى الكوفة وسكنوا الكوفة حبا بعلي بن أبي طالب عليه السلام. هسه هاي العشائر كثيرة اللي سكنت الكوفة، منها همدان مثلا، وأكو شعر معروف إذا سامعي لأحبة من الخطباء مجالس، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، كذا مشهور هذا همدان. مثلا النخع، المنو؟ عشيرة النخع اللي مالك منهم، مثلا مالك الأشتر شنو؟ منهم نخعي، وغير هذه العشائر اللي جتنا من اليمن وسكنت الكوفة حبا بعلي بن أبي طالب، لأنها تدين بالولاء لعلي عليه السلام. هسه هاي العشائر سكنت الكوفة، استشهد أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن كم شهر، ورجع الحكم إلى الظالمين. الأحبة عافوني لو ياي، ورجع الحكم شنو؟ إلى الظالمين. إلى أن وصل الحكم إلى زياد بن أبيه وهو ظالم من الظلم، هذا حكم الكوفة فترة، أول شيء سواه
هجر 50,000 نسمة من شيعة علي بن أبي طالب من الكوفة. هذا أول شيء سوى. طبعا من أقول 50,000 بذاك الوقت وبالكوفة ترى العدد مهول، واضح الكلام؟ 50,000 نسمة يهجرها بيوم من الكوفة، كلهم شيعة أهل البيت عليهم السلام، وأكثرهم منين جاي؟ من اليمن في زمن حكومة علي بن أبي طالب عليه السلام. ذولا هجروا مولانا، هجرهم إلى إيران، ذولا 50,000 هجروا إلى إيران، وهم كلهم عرب من شيعة آل البيت من اليمن وسكنوا العراق. أنا شنو محل الشاهد اللي أريد أقوله؟ أريد أقول تهجير شيعة أهل البيت من أجل عقيدتهم لعلي بن أبي طالب جديد وقديم، قديم يعني لا يتصورون الأحبة هنا أنهم مثلا هم الوحيدون الذين هجروا من بيوتهم من مدنهم من أجل عقيدتهم الحقة، لا، إحنا كأتباع مذهب آل البيت هذا تأريخنا، ظلامة بظلامة، تهجير على قتل على سجون على تصفيات وهلم جرى. هسه ذول الشيعة يصيرون عرب، ذول الشيعة يصيرون تركمان، ذول الشيعة يصيرون كرد، ذول الشيعة يصيرون شبك، ذول الشيعة يصيرون إيرانيين، ذول الشيعة من باكستان، ذول الشيعة من الهند، ذول الشيعة، المهم هو شنو؟ هو ينتمي لعلي يدفع ضريبكم لارتباطه بعلي بن أبي طالب. زياد بن أبيه في يوم واحد هجر 50,000 من شيعة علي في الكوفة، منهم الشيعة الأشعريون إذا سامعين بيهم، وهم ذولا هم إجوا من اليمن، الشيعة الأشعريون ذولا هجروا، وين هجرهم؟ هجرهم إلى إيران. أنا أشعر المجلس مو هادئ إخواني، مجلس الحسين من يجي واحد يدخل بيه وين ما يقعد خلي يقعد، لا مساك الله بالخير ولا صبحك الله بالخير، يسلم بهدوء ويقعد من دون أن واحد يقول له تفضل اقعد. وهيك المجلس يصير هوسة بعد، ما أعرف أحكي أنا هسه، بديت أنسى معلوماتي، بديت أنساها. صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذولا 50,000 نسمة هجرهم مولانا زياد بن أبي، وين راحوا؟ راحوا إلى، يعني هجرهم إلى إيران. مدينة قم لم تكن ممصرة بعد، وكانت عبارة عن مجموعة قرى، مدينة قم هاي القرى تسمى كومندان، حتى اسم قم اسم عربي عربي. ذول الأشعريون 50,000 وغيرهم من شيعة أهل البيت من الكوفة لما سكنوا هاي المنطقة ولقوا أكو قرى متعددة جمعوها ومصروا هاي المنطقة السكنوا بيها، وعربوا الكلمة من كومندان إلى مدينة قم وسكنوها. أنا عشت فترة في قم 14 سنة تقريبا، كنت أشوف بعض الإيرانيين اللي يتوفون يكتب فلان ابن فلان الأشعري، انتقل إلى الفارسي طبعا إلى رحمة الله فلان الأشعري، هاي أشعري نسبة ذولا كان هجرهم زياد بن أبيه العرب من اليمن، ذولا من أصول شنو؟ عربية يمنية ذولا، بس هم بعد سكنوا تلك البلاد وتناسلوا وخلص بعد صاروا أبناء ذاك البلد، ملتفتين شلون؟ وأول من بذر بذرة التشيع في إيران هم ذولا 50,000 اللي سكنوا قم، أول بذرة للتشيع هناك هم ذولا اللي هجرهم زياد. وهذا يدل على شنو؟ أنه أعداءنا من يهجرونه، من يظلمونه، من يردون يقضون علينا، هم يقضون علينا لو ينشرون التشيع في العالم. هذا التاريخ، يعني والله أنا أتعجب على ذولا الظلمة ما يستفيدون من التجربة. إحنا هذا الطاغوت الأخير اللي كان حاكمنا هم هجر أبناء الوسط والجنوب، يعني أبناء الوسط والجنوب هم هجروا مساكين، هم أكثرهم هجر وقضوا أعمارهم بلاد الغربة، وبعضهم إلى الآن في بلاد الغربة. في أوروبا مثلاً ما كان عندنا حسينيات كثيرة ولا كان عندنا مراكز لأتباع آل البيت كثيرة، لما هجرهم انتشرت مراكزنا في كل العالم، وانتشرت ثقافة أهل البيت في كل الكرة
ببركة تهجير. هو يريد شيء والله يريد شيء آخر. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حقيقة هذا مو حكي شاعري خطابي على المنبر قاعد أسولف أنا، هذا حكي واقعي، الواقع أثبته، الواقع الواقع العملي أثبته، مو قاعد أحكي لكم عاطفيات، الواقع أثبته. قاعد أجيب لكم رقم من زمن زياد بن أبيه اللي ابنه عبيد الله بن زياد قتل الحسين ابنه، هجر شيعة آل البيت من الكوفة فنشروا التشيع في إيران، وكانت أول بذرة تشيعنا وجدت بعدها بذرات أخرى خلت هذا البلد يصير شيعي ولله الحمد والمنة. منها البذرة من البذرات المهمة مجيء الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، الإمام هم سلام الله يعني المأمون جاب الإمام حتى يسيطر على الإمام، الإمام هم شنو نشر أتباع آل البيت في خراسان، وصارت خراسان بلدة تنتمي لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا درس إلي وإلك. أولاً أرد أقول لك أنت كشيعي موالي محب لعلي بن أبي طالب، تاريخك كل ألم أنا أدري به، كل ألم وكل جروح أعرف. أرد أقول لك هذا مو جديد علينا، إحنا تاريخنا هالشكل. هذا واحد. اثنين أريد أقول لك غيرك من أتباع آل البيت من القديم أيضاً هم تعرضوا لذلك. ثلاثة أريد أقول لك هذا بعض الأحيان يصير شنو؟ يصير بصالح بعض الأحيان، هذا بعض الأحيان يصير بصالح. وعلينا كما قلت في سهل نينوى علينا أن نبدل الألم إلى إنجاز، الألم نبدله إلى شنو؟ إنجاز. أنا أتذكر الأحبة أبناء تل الأحفر لما كانوا عدنا بين النجف وكربلاء عشرة محرم سنة من السنين، قرأت لهم أنا ما أدري أكو منهم كانوا يحضرون المجلس الآن ما حاضرين ما أعرف، سنة من السنين عشرة محرم العصر أنا كنت أقرأ للأحبة أهل تل الأحفر بين النجف وكربلاء، كان مكتب السيد الحكيم الله يحفظه هو اللي مسوي المجلس سيد محمد سعيد الله يحفظه، وكنت أقرأ لهم عشرة أيام أنا قرأت للأحبة هناك، وقلت لهم كنت ألح عليهم دائما كل يوم، كنت أقول لهم استغلوا شبابكم خلي يستغلون القرب من النجف ما دام تهجروا الشباب والعوائل وكذا، شبابكم خلي يستغلون القرب من النجف للدراسة في الحوزة، هاي الدراسة في الحوزة يعني نبدل الألم إلى شنو؟ إلى إنجاز. الألم نبدله إلى إنجاز، الألم نبدله إلى انتصار، الألم نبدله. أنا أشوف هاي المقدمة ضرورية أقولها للأحبة أطيب بيها خواطرهم بشكل واقعي، هم مو أريد يعني شلون ما كان، لا بشكل واقعي تاريخ مثل ذلك، حتى إن شاء الله تعالى نتعب يوم ما نتعب إن شاء الله ولا نضعف. هاي الآية يكون كل واحد من عندنا يخليها أمامه، هاي الآية أنا أتمنى من الأحبة خصوصا أننا أبناء تل الأحفر الكرام، هاي الآية كل واحد منكم كون يخليها أمامه، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. بعدين يقول وما ضعفوا، بعد وما استكانوا، ده أمور لا يضعفون لا يصيبهم وهن لا شنو لا يستكينون بل يكونون شنو أقوياء. زينب كانت مكتفة ومسبية تقول للابن مرجانة ثكلتك أمك يا ابن مرجانة، زينب كانت مكتفة ومسبية تقول لليزيد لن تمحو ذكرنا لا تميت لا تدرك، رأيك فند أيامك عدد جمعك بدد، مو هكذا؟ ايش كان سيدة زينب عليه السلام وهي مسبية من بلد إلى بلد ومن ظالم إلى، كانت تتكلم بهاللغة وبهالثقافة وبهاللهجة وبهالقوة وبهالعنفوان كانت تسولف زينب عليه السلام. بالنتيجة احنا ذولا قدواتنا، احنا أئمتنا عليهم السلام وأبنائهم هم القدوات إن، فإذا قدواتنا بهالشكل احنا هم المفروض نسير على هديهم على خطاهم جزاكم الله خيرا. فهاي الآلام المفروض تقوينا ما تضعفنا،
وهاي الجروح المفروض تقوينا ما تضعفنا، والمفروض هم نتعلم الدروس من التاريخ، نتعلم دروس حتى الألم هم نحاول قدر الإمكان نخليه ما يتكرر مرة ثانية علينا، فنتعلم الدروس نشوف سابقا وين كان أكو عندنا ثغرة عدونا إجانا من خلالها نسدها. هاي مسألة كلش مهمة لتفتولها، كلش مهمة. وأنا أعتقد وأقولها لكم بشكل واضح وصريح، أنا أعتقد أهم أمر كون يصير أنه أبناء المناطق هم هم يحمون مناطقهم ضمن إطار الدولة طبعا، كما المرجعية العليا دائما تقول الله يعزها ويديمها، أنه إحنا هم كون نعمل ضمن إطار القانون، ضمن إطار الدولة وما نطلع على القانون كما مرجعيتنا تريد الله يعزها ويديمها. هاي المقدمة اللي حبيت أبينها للأحبة، وإن شاء الله نشحذ بيها هممهم ونقوي عزائمهم إن شاء الله تعالى. أما الموضوع المختار لكم هذه الليلة وبقالي إلى نص ساعة، يعني ثلث ساعة مع النعي نص ساعة، أبدي بي نتوكل. أنا السنة من الفاطمية الثانية إلى هاي الفاطمية الثالثة، يعني اللي عبرناها وإحنا على أبواب مناسبة أم البنين عليها السلام، خليت مواضيعي شنو؟ أختار فقرات من كلام لعلي لما دفن فاطمة، أختار من هذا كلام أمير المؤمنين بعض الفقرات وأقف عدها. هذا كان برنامج السنة من الفاطمية الثانية إلى الآن. مثلا اختاريت في مدينة الحلة فأحفها السؤال وتكلمت بي ليلتين. هنا بسهل نينوى اختاريت موضوع النازلة في جوارك أربع ليالي سولفت بيه، هاي العبارة الزهراء نازلة بجوار النبي صلى الله عليه وآله. مثلا في مسجد الكوفة المعظم كان عندي مجلس اطرحت فقرة قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، شنو معنى صفيتك؟ فاطمة صفية النبي، شنو معناها؟ هم سولفت بيه. أما بتلعفر أريد أبين هاي العبارة من هذا الكلام لعلي لما دفن فاطمة. مثل كل المجالس هذا الكلام لعلي لما دفن الزهراء وارد في مصادر أساسية عند الشيعة، منها كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله، منها نهج البلاغة اللي جمع الشريف الرضي رحمة الله عليه. هاي الخطبة واردة أو هذا الكلام وارد في نهج البلاغة، وارد في كتاب الكافي، كتاب الحجة، باب مولد الزهراء، كتاب الكافي الشريف وغير ذلك من مصادرنا الأساسية. أقول الفقرة شنو حتى نبدي ولا؟ لأن ما عندي وقت هواي. الفقرة هي الآتي: أمير المؤمنين لما دفن الزهراء قال كلام طويل عند قبرها مخاطبا النبي، من جملة ما قال مولى الموحدين عليه السلام: لقد استرجعت الوديعة. المن يخاطب؟ النبي. يقول له لقد شنو عيني؟ لقد استرجعت الوديعة. يا رسول الله تخليت وديعة بيدي، هاك وديعتك رجعت لك إياها. لقد استرجعت الوديعة. إيش يقول أمير المؤمنين عليه السلام؟ سؤال: شنو معنى الوديعة اللي استرجعت؟ خليني أقول لك بس باوع لي وابقى وياي وصير وياي، خلنا نستفيد ذني الليلتين جزاكم الله خير. شنو معنى الوديعة عند العرب؟ وعلي بن أبي طالب يعبر عن الزهراء أنها وديعة. هذا واحد. اثنين، هاي المفردة مفردة ودعة القرآن استعملها يوم استعملها بشنو استعملها؟ شوف مو ليش أقول لك حتى نسلسل بالبحث. هاي الأمر الثاني اللي يكون أبينه. الأمر الثالث: الزهراء وديعة منه والإمام علي رجعها؟ الرسول. هسه راح نجي نشوف الرسول يو غيره، راح نجي. هذا هم أمر شنو؟ ثالث. أمر رابع كون أبينا، هاي قاعد أعطيكم الفهرس مال البحث، قاعد أعطيكم إياه الليلة وبكرة إن شاء الله. نسوي قيام، ها قيام: رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. قدمونا للأمام. سريع جزاكم الله. ثانيا: غفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا: بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد.
هسه أريد هدوء من الأحبة حتى نتعلم أنا وياكم، وأنا ما أتعلم، والله أنا أتعلم. أنا قاعد أجيب، أنا شوفوا إخواني إذا أحاكيكم حكي لا تسمعوني حكي ذبوب الشط، بس أنا قاعد أجيب كلمات مولى الموحدين، كلمات باب مدينة العلم، مو حكي، وأنا حكي يسوى فلس. كلام أهل البيت أنا وياكم نتعلمه، لأنه هو حتى أنا من أقرأ كلام أهل البيت أرجع لعلمائنا أشوف علمائنا شنو قالوا فأتعلم. كل إحنا نتعلم. الإمام علي قسم الناس، الكوميل قال له دوم أعيدها على المنبر، الناس ثلاثة: عالم رباني، متعلم على سبيل همج. هسا عالم إحنا مو علماء، همج إحنا إن شاء الله مو همج، متعلم إحنا إن شاء الله، متعلم على سبيل نجاة. احنا كون نتعلم، كل احنا كون نتعلم، كل احنا كون نتعلم. زين، لقد استرجعت الوديعة. بقت محطة أخيرة بالبحث ما قلت لكم إياها، وهي الزهراء لما تكون وديعة منه كما سأبين وديعة منه، هذا الشيء ترتب عليه من آثار ولوازم. هاي محطة رابعة أو خامسة، ذني المحطات كلهن كون أقف عدهن. المحطة الأولى بسرعة، شنو معنى الوديعة عند العرب؟ الوديعة عند العرب شيء تستحفظه عند غيرك، بعد مدة هم تقول له شنو جيبه، وأنا أمنت عندك أمانة. إيه، أمر من الأمور، شيء من الأشياء أستودع عندك أقول لك حافظ عليه، بعدين هم أطلب شنو؟ أسترجع. أحسنت، هذا ما يستحفظ عند الغير العرب شو تسميه؟ وديعة. وديعة. زين، هاي المحطة الأولى بسرعة. المحطة الثانية، هاي مادة ودعة اللي من اشتقاقاتها وديعة، القرآن استعملها يوم استعملها؟ نعم استعملها. القرآن بشنو استعملها؟ بمحاور عديدة، من أهمها، من شنو؟ من أهمها القرآن الكريم يقول كذا من نفس واحدة، يعني يقول فمستقر ومستودع. شوف هاي مستودع، خليها بين قوسين، فمستقر وشنو؟ هاي شنو يعني؟ رب العالمين خلقنا من نفس واحدة، وهاي الناس اللي خلقهم رب العالمين من هالنفس مستقر وشنو؟ أو شنو يعني مستقر ومستودع؟ رجعنا لأئمتنا. وليش أقول لكم كنا نتعلم؟ شوف، وإلا أنا من دون الأئمة ما أدريني. رجعنا لأئمتنا، لقينا أئمتنا برواياتهم يقولون فمستقر ومستودع. الآية مرتبطة بإيمان الناس، فبعض إيمان الناس مستقر ثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إلى آخر الآية، وأكو إيمان ناس آخرين شنو؟ مستودع. مستودع يعني شنو؟ يعني الإيمان يبقى فترة بداخله، بعدين يقول للصاحبة في مال لا راح أغادرك، ويغادر ويروح. نستجير بالله، شلون حكي خطر؟ حكي خطر هذا، أئمتنا هيك قالوا. دخلي أوضح أكثر حتى أجي أئمتنا شنو قالوا، أنا جايب وياي المصدر. هذه فمستقر ومستودع في الآية يا أئمتنا شنو معناها؟ قالوا أكو بعض الناس إيمانهم ثابت، أكو بعض الناس إيمانهم شنو؟ غير ثابت. مستودع، مستودع يعني معار. شنو؟ معار، يجيك فترة بعدين يغادر. طبعا هنا هواي أقدر أبين أبحاث، بس بعضها كلش صعب ويحتاج إلى مقدمات فما أقدر أطرحها. شلون؟ هسه تقول لي هاي الإيمان ثابت، الله راد إيمان ثابت، وذاك الإيمان مو ثابت، رب العالمين راد إيمان مو ثابت. إذا هيك صار الحكي، صار الحكي جبر يوم مو جبر؟ إحنا أتباع آل البيت نعتقد بالجبر يوم ما نعتقد؟ ما نعتقد بالجبر. يعني أنا شنو ذنبي إذا رب العالمين خلى إيماني مو مستقر مستودع، وبعد كم يوم سحب إيماني؟ أنا شنو ذنبي؟ وذاك رب العالمين خلى إيمان ثابت، طب وبالجنة عود ليش يعني؟ لا، مو هالشكل. ثبات الإيمان مرتبط بأعمال الإنسان، وعدم ثبات الإيمان مرتبط أيضا بشنو؟ بأعمال الإنسان.
بس تبقى مسألة، رب العالمين من خلقنا وعلمه مطلق غير محدود، يدري بي أنا ايش راح أسوي من أعمال لو ما يدري؟ باختياري يدري، فلما يدري بي ايش راح أسوي خو يدري أنا إيماني ايش راح يكون ثابت، يو إيماني ايش راح يكون والعياذ بالله مستودع. هسه تقول لي وضح أكثر، هذا البحث مزلق مزلق خطير، يعني مو مجال المنبر بصراحة، يحتاج إلى مقدمات ويحتاج شغل، بس أنا قاعد أطرحها بشكل مبسط جدا وإلا هو أعمق من كلامي. أجيب مثال، أستاذ يدرس المدرسة، شنو؟ أستاذ يدرس المدرسة، والأستاذ أبو خبرة بالتدريس، أبو خبرة، أستاذ حقيقي يعني مجرب التدريس كثيرا، لما يريد يمتحن تلامذته يعرف هذا التلميذ ينجح وذاك التلميذ شنو يرسب، يعرف لو ما يعرف؟ والله يعرف. سؤال، من يعرف قاع يجبرهم على الرسوب والنجاح لو يعرفهم ما يجبرهم؟ هو من يدري ما يجبرهم، بس هو يعرف شنو مستوى الطلبة مالته. هذا الطالب يعرفه ذكي وجاد ويدرس ويتعب على نفسه، وذاك الطالب يعرفه شنو كسلان وما يتعب على نفسه وما يقرأ، فيدري هذا راح ينجح وذاك راح شنو يرسب، بس هو جبر ذاك على الرسوم؟ ما جبره، بس يدري بي وين راح يوصل. دي شوفني شوفني، هذا مثال تقريبي، مثال شنو تقريبي حتى أوضح لك الفكرة. فمستقر ومستودع، هاي أول اشتقاء، أول محور من محاور دي القرآن استعمل بيها هاي المادة، مادة ودع لي منها الوديعة لقد استرجعت الوديعة. هسه بعدين نجي الزهراء يا وديعة سلام الله عليها، بس قلت لك أن البحث خليتها بمحطات، محطة أولى معنى ذلك لغويا، محطة ثانية هاي المادة القرآن استعملها يوم استعملها، نعم استعملها بكم محور، هسه على الأقل بمحورين مهمين، محور فمستقر ومستودع إيمان، ومحور آخر يعلم مستقرها ومستودعها خلق. أئمتنا قالوا عليهم السلام، أكو آية أخرى مستقرها وشنو أئمتنا قالوا هذا بالخلق وذاك بالإيمان، فمستقر ومستودع. خل أكمل الإيمان أجد الخلق، الدور أجد الزهراء كوديعة، وديعة منه محطة ثالثة. البحث صار صعب أو سهل؟ سهل مو؟ تسلسله واضح ان شاء الله. زين، كل ما نمشي بيها راح يصير احلى، بس انا شايف بدايته شويه، كل ما نمشي بيه راح يصير اجمل. انا كلش فرحان بالتقي بيكم والله، ما تدرون مدى فرحي، انا هاي الوجوه كلش احبها. انتم شيعة آل محمد اللي تحملتم ما تحملتم، واحد يتشرف بتقبيل ايديكم والله العظيم، لي الشرف أن أقبل أيديكم إيد إيد والله العظيم. أنتم شيعة آل محمد، خلقتم من فاضل الطينة، أنتم شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، أنتم فاضل طينة أهل البيت، وش قد تحملت من أجلهم. اللهم صل على محمد. حقيقة أكرر شكري وامتناني للعتبة الحسينية كما قلت في سهل نينة، وأقول في تل أعفر الحبيبة الغالية العزيزة بأهلها الكرام الأطياب، أهل الذوق وأهل الدين وأهل الغيرة وأهل الحمية وأهل المروءة وأهل الشهامة وأهل المظلومية من أجل أهل البيت عليهم السلام. شكري للعتبة الحسينية ولمتوليها الشرعي وللمشايخ الكرام، الشيخ القرعاوي الله يحفظه وأخوته من المشايخ الكرام اللي أتاحونا هج فرصة أن ألتقي بكم وأتشرف برؤية وجوهكم الكريمة الطيبة. الله يعزكم ويديمكم بمحمد وآله الطاهرين. تل أعفر الله يعزكم يديمكم، تل أعفر معروفة، أقول ذلك لكل أبناء بلدي اللي يشوفونا بالتلفزيون ولكل شيعة أهل البيت اللي يتابعونا في العالم. إذا بعضهم ما يعرف تل أعفر، تل أعفر هي مدينة الشهداء، مدينة المظلومين. اليوم لما دخلت تل أعفر أول ما واجهني صور الشهداء من أبناء هذه المدينة المظلومة المنكوبة، اللي على مر التاريخ هم يقدمون الضحايا من أجل أئمتهم عليهم السلام. المهم أرجع، فمستقر ومستودع، أكو إيمان ثابت وأكو إيمان
مستودع فترة ويروح معار. هسه خاف واحد من الشباب يسألني يقول شيخنا أقدر أعرف إيماني ثابت يو غير ثابت والعياذ بالله وإن شاء الله ثابت؟ يعني ذولا أئمتنا القلون الإيمان منه ثابت ومنه غير ثابت في قلب الإنسان. نفس أئمتنا أنطونا علامة من خلالها نعرف هذا إيمان ثابت وذاك إيمان غير ثابت يوم ما أنطونا الجواب. أئمتنا أنطونا علامة، يعجبك تعرف العلامة؟ حتى كل واحد يعرف إيمانه يعرف روحه منين؟ منا أئمتنا أنطونا. قبل لا أقرأ لك رواية اللي أئمتنا أنطونا بها علامة الإيمان ثابت يوم ثابت، أقرأ لك رواية أخرى تبين أصل المطلب ومن ثم أنتقل إلى علامة الإيمان الثابت من غيره. يعني بالبداية أريد أثبت أنه فمستقر ومستودع في الإيمان كما قال أئمتنا. المصدر الآن بين يدي كتاب الكافي، كتاب الكافي في كتاب الإيمان والكفر باب المعارين، يعني الذين أعيروا الإيمان يبقى فترة ويغادرهم والعياذ بالله. الله يثبت إيماني وإيمانك. مثلا هذا إذا هدوء شوية أريد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله شوف هاي الرواية عن أبي الحسن صلوات الله عليه، الرواية طبعا هنا عن أبي الحسن يظهر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال إن الله خلق النبيين على النبوة. يعني شنو خلق النبيين على النبوة؟ يعني رب العالمين بعلم المطلق اللامحدود شاف أن ذولا يتحملون أعباء النبوة دون غيرهم لقابليات فيهم. شوف زين، فلا يكونون إلا أنبياء، وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين، وأعار قوما إيمانا فإن شاء تممه لهم وإن شاء سلبهم إياه. شوف قال وفيهم جرت فمستقر ومستودع. فأنا من قلت أئمتنا هاي الآية قالوا بالإيمان، إمامنا يقول يوم مو إمامنا يقول، إمامنا يقول زين. الدور الإمام شي يقول؟ وقال لي الراوي يقول وقال لي، يعني الإمام عليه السلام، إن فلانا كان مستودعا إيمانه فلما كذب علينا سلب إيمانه ذلك. طبعا هنا هسه الإمام ما أدري هو ما جايب اسمه فلان، يو الراوي ما جايب اسمه، مثلا قال لفلان هذا كان إيمانه معار، رب العالمين أنطاه إيمان بس هو كذب علينا، من كذب علينا رب العالمين شنو؟ سلب إيمانه. سؤال، رب العالمين سلب إيمانه جبرا يو بسوء أفعاله؟ كذب على أمه، فإذا بفعله سلب إيمانه. شوف هو شنو كذب على أئمة؟ الغلو. أنا شفت العلامة المجلسي رحمة الله عليه وغيره في شرح الرواية يقول ذول الغلو، مثلا يجي بين الشيعة يقولهم الإمام الصادق يقول مثلا والعياذ بالله أنا إله أنا رب، مع أن آل البيت عليهم السلام مثلا أنا قارئ الرواية الإمام يقول لعن الله أبا الخطاب، الله يلعن لي أبا الخطاب لأن هذا يكذب علينا يقول إحنا آلهة. الإمام يقول لما وصلني كلامه أبو الخطاب أنه إحنا على أساس إحنا قايلين إحنا آلهة من دون الله وإحنا ما قايلين وتشذب علينا، الإمام يقولهم سلبني نومي ليلة البارحة، أردنام ما أقدر خوفا من الله، قضيت الليل كله أتململ على فراشي وأضع خدي على التراب لله تعالى وأقول له أنا عبدك، والله ما قلت له ذلك، هذا يكذب علي. لعنه الإمام عليه السلام بحق علي وبحق ميزان علي، صلوا على
هسه مثلا هاي الرواية أقرأ لكم بعد رواية أخيرة حتى نوصل للعلامة. الظاهر الليلة ما لحق أقول العلامة مال الإيمان، شلون نعرف هذا إيمانه باقي وذاك إيمانه معار؟ شلون نعرف يعني مستودع؟ شلون نعرف؟ أئمتنا انطونا علامة، شنو العلامة؟ هاي أخليها لليلة الآتية حتى أخليكم باشتياق للمجلس إن شاء الله تعالى. ومجلسنا بالستة ونص، لأن احنا مشكلتنا بيد القنوات، القنوات وقتهم ضاغطين بهتش وقت، احنا ودنا نأخرها حتى الإخوة يجون براحتهم، بس مو بيدنا، القنوات أكو عندهم برامج من بعدنا فهم يجبرون على هتش وقت. فاللي أطلبه منكم بكرة الحضور مباشرة من بعد الصلاة ستة ونص نصعد المنبر إن شاء الله تعالى، هي بس باشر إن شاء الله وتخلصون من عندنا. الله يعطيكم الشاقة وياكم. الإمام الصادق يقول إن الله، هاي رواية أخرى عن إسحاق بن عمار، طبعا إسحاق بن عمار اسم مهم من أصحاب أهل البيت، عن الإمام الصادق: إن الله جبل النبيين على نبوتهم فلا يرتدون أبدا، وجبل الأوصياء على وصاياهم فلا يرتدون أبدا، وجبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا يرتدون أبدا، ومنهم من أعير الإيمان عارية، فإذا هو دعا وألح في الدعاء مات على الإيمان. فإذا البقاء على الإيمان واحدة من الأمور المؤثرة فيه شنو؟ الدعاء. واحدة من الأمور المؤثرة للاستقامة حتى الإنسان يبقى مستقيم ما ينحرف ما يزيغ، ربنا لا تزغ، شوف دعاء ربنا لا تزغ، الإمام يقول الدعاء، واحد يدعو: إلهي ثبتني موتشي على دينك. هسه بما تبقى لي من الوقت حتى روح المصيبة بعد هواي راح ما ظل وقت مصيبة، أقول الآتي: أكو فقرة بكلام اللي علي حين دفن الزهراء: لقد استرجعت شنو الوديعة؟ ما يستحفظ عند الغير مثلا. المحطة الثانية: هاي المادة استعملها القرآن على الأقل في محورين مهمين. نعم، شنو المحوران؟ واحد الإيمان بقوله تعالى: فمستقر ومستودع. كيف؟ بينا بالروايات. أكو علامة من خلالها نعرف الإيمان الثابت من غيره؟ نعم، أئمتنا بينوها، أخليها البكرة حتى أنتقل للمحور الثاني. القرآن استعمل بهاي المادة مستقرها ومستودعها بالخلقة، مو الإيمان، بالخلقة. هذا باشر أبين شلون الدور. نجي المحطة الثالثة: الزهراء يا وديعة، لقد استرجعت الوديعة، الزهراء وديعة منو؟ هذا هم كون نبينه. الدور ننتقل للمحطة الرابعة لما نعرف وديعة منو، هذا شترة تبع لي من آثار، هذا هم كون نعرفه، ومن ثم ننتهي من بحثنا في هذه الفقرة إن شاء الله تعالى الشكل هذا. والله يا أمير المؤمنين فعلا لقد استرجعت الوديعة، صحيح كما تقول، بس الوديعة استرجعت مو مثل ما أخذت، ما أدري صحيح ولا ما أدري، قلبك شلون انطاك تقول لقد استرجعت الوديعة؟ وباكر راح أقول لكم شلون الزهراء وديعة بكرة إن شاء الله، أبين لكم الطريقة اللي الزهراء صارت بها وديعة بكرة إن شاء الله تعالى. بس ما أدري هذا قلب أمير المؤمنين شنو كان حامل من ألم مني يقول للنبي لقد استرجعت الوديعة؟ شلون عنده قلب على ابن أبي طالب وقال هاي الحكاية لرسول الله؟ أعانك الله، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى واقعا. الله يعينك، شلون قال لقد استرجعت؟ ما أعرف. قال يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة، اي والله يا غاية شلون استرجعت الوديعة يا أم الحسن والحسين، شلون استرجعت الوديعة يا أبا الحسن، شلون استرجعت الوديعة يا رسول الله؟ بعدين يقول له: فأحفي السؤال واستخبر الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. شا سولف لك يا خويا الباب من جذوع، وجنا مو ضلع كاسر من ام ضلوع. شا سولف لك يا خويا الباب
من جذوع وكنا مو ضلع كاسر من ام ضلوع شفتها بالقنوت ومنها شف مرفوع وشف ما يرتفع من كثر ما موجوع. هذا اللي يقمت بصلاته يرفع شف وحده يوشفين الزهرات شف وحده ليش؟ شفتها بالقنوت ومنها شف مرفوع مرفوع وشف ما يرتفع من كثر ما موجوع. يا ما موجوع ما موجوع بهالطريقة رجعت الوديعة يا رسول الله. الله أكبر. ولهذا علي قال: أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. يعني حزني دائم على الزهرة وليلي سهران على الزهرة. سيدي يا أبا الحسين يا أمير المؤمنين المصيبة عظيمة، ولكن يا أبا الحسن غزلت الزهراء شيعت الزهراء وإن كان عشر نفرات بالليل ودفنت الزهراء. سيدي شو تقول بدك زينب يوم عاشورا لما رأت الحسين على رفضي كربلاء وقلت للحسين اعذرني يا اخويا لا تابوت عندي يا اخويا. اخويا لا تابوت عندي لا تابوت عندي لا تابوت عندي ولا قبر محفوظ يا اخويا. شقد مظلوم يا ابو علي، حتى قبر ماكو، غسل ماكو، كفن ماكو، كافور ماكو. أبا عبد الله أبا عبد الله ليسوى والميسوى يتغسل ويشيع. يا أبا عبد الله خويا لا تابوت عندي ولا قبر معفور لا ما يوسدر يا حسين لا كافور. والله لا ما يوسدر يا حسين لا كافور. خويا الرمل والرمل حار يفور يا جماعة يفور. الله 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 الله. خويا نايم على الرمل يا خويا نايم على الرمل نايم على الرمل والرمل حار يفور. بعد ايش قالت زينب؟ قالت خويا خويا يا خويا زينب عبد الله تقول لأبا عبد الله يا حسين ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء الحسين. وجدت زينب اخترقت الصفوف ووصلت إلى شافت شفافة تتحرك. يقول شي حسين كل ما رادت تسمع ما سمعت دنقت خلت سمعها ينفم الطاهرة سمعت شنو قال. قامت خلت عشر أصابعها على رأسها باوعت الذول الأمويين قلت لهم يا ناس درب المشرع منين. يعني شنو قالها الحسين توقع؟ يا ناس درب المشرع منين ولكم عطشان خي يا مجرمين. والله أنا بعيني لجيب الماي لحزين ما حد دلها. يقولها عطشان. شاعر آخر يقول قامت زينب وركضت وقامت تركض النسوان. الله يرحم سيد جاسم، هاي من أطوار رحمة الله عليه. قامت زينب وركضت وقامت تركض النسوان لما وصلنا الحومة لقنا موسد التربان يلوج من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشان. يا هالوادم ترحموني قطرة ما هاي تسقوني بعد ما اشوف بعيوني. ما حد الله على وما حد خلاها تجيب ماي عاد هي قعدت بعد.
يمه. قالت لأخويا أنا ما بعيني دمع وزجيك، أنا ما بعيني دمع وزجيك، ولو تنفدي بالروح لبديك يا بل بديك، أنا جبت الدوا وبيدي أداويك. قل لي يا جرح يا ابن أمي ما ذيك، أنا جبت الدوا وبيدي أداويك. قل لي يا جرح يا ابن أمي ما ذيك. قالها بلسان الحال زينب يا حزينة، يا جرح من جسمي سهل وتضمدينا، شيفي التضميدك وجسمي مقطعين. والله أخويا شيفي التضميدك وجسمي مقطعين. من أكثر مصائب كربلاء تألمني لما ليلة 11 بعصرها يعني يوم العاشر، الظلام بدأ يشلشل على العائلة. قال لو العمر ابن سعد ذن النسوان والأطفال إذا ما انطيتوهن ماي ترى يموتن الليلة يموتن، انطوهم شوية ماي، انطوهم شوية ماي. توقع طفلة عطشانة يومين ثلاثة ما شربة ماي، ينطوها قدح بي ماي. هذا ابن مسلم يقول انطوها القدح. طفل يا اخي، طفل تعرف شنو؟ طفل عطشان تطي ماي رأسا يشرب. يقول شفتها تحقق النظر بالماء، تباوع له تتأمله. قلت لها شربي على ويتي عطشانة، شفافك يابسة من العطش، مفطرة من العطش، اويلي على اولاد رسول الله شربي. يقول ما شربت ماي على وية، شربي ما شربت ماي. يقول قالت لي أين والد الحسين؟ بأي جهة أبوه؟ يقول قلت له بهذه الجهة الحسين. يقول ركضت أخذت الماي وركضت وقالت أنا أشرب لذيذ الماي حال.